مشاهدينا، قبل الفاصل كنا عارضين حالة محمد حامد، الطفل اللي عنده 10 سنين وعايز يبيع كليته. اتصل بينا محافظ كفر الشيخ سيادة اللواء السيد نصر سالم، وعرض ان هو هيروح بكرة يزور منزل محمد ويزور العائلة، وهيقدم لهم كل ما يحتاجوه من ترميم المنزل او من مساعدات مالية او من علاج جدته. يلا افرح يا محمد، واحنا فرحانين ليك، وما تفكرش تبيع كليتك ابدا مهما كان الظروف، انت فعلا راجل. بنشكر حضرتك سيادة اللواء، وطبعا حضور حضرتك الدائم ومساعداتك وذهنك الحاضر اكيد سبب من الاسباب اللي خلى فعلا في نهضة دلوقتي في محافظة كفر الشيخ. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وبشكرك على تواصلك معايا واستجابتك، وهنتواصل مع حضرتك ونشوف حالة محمد. بشكرك. حالتين إهمال طبي يوميا بيتم تسجيلهم في المحاضر الرسمية وفقا لتقرير النيابة الإدارية. التقرير ده بيخرج في نهاية كل عام عشان يعلن حجم الجرائم والفساد في العام السابق، واللي أعلن عن وجود حوالي 493 قضية إهمال طبي في العام الماضي. عدد القضايا المتعلقة بهذا القطاع حوالي 15,000 قضية، بتشمل الإهمال الطبي اللي أدى إلى وفاة وإهمال في المنظومة الصحية وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وده بخلاف عشرات وقائع الإهمال طبعاً، والحالات اللي بتحصل اللي محدش بيروح يسجلها في محاضر رسمية. ظاهرة خطيرة جدا لا يمكن تجاهلها. هنفتح الملف في فقرتنا ديت مع ضيوفي الأعزاء الموجودين معايا في الاستوديو. معايا الدكتور أحمد الجنزوري المحامي بالنقد وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء. مساء الخير، برحب بحضراتكم في استوديو 90 دقيقة. أبتدي كلامي مع الدكتور أحمد الجنزوري. حضرتك تفتكر من وجهة نظرك ده مسؤولية مين؟ مسؤولية الوزارة ولا مسؤولية النقابة أو مسؤولية المريض اللي ما بيبلغش؟ طيب اسمحي لي في البداية بس الأول عايز أقول لحضرتك أنه قانون العقوبات المصري الذي يحكم كافة الجرائم في المجتمع المصري هو من إنتاج سنة 1937، يعني من عام 1937، وهذا القانون يعالج كافة الجرائم ويضع لها عقوبات قد لا تتناسب مع متطلبات العصر اليوم. أولا بالنسبة لمسألتي الخطأ المهني المتعلقة بعمل الطبيب، عالجهم قانون العقوبات في مادتين، مادة 238 وهي إذا كانت الوفاة ناتجة عن خطأ من طبيب، والمادة 244 وهي بتعالج مسألة الإصابة. الصورتين من صور هذه الجرائم اللي هي جريمة القتل الخطأ وجريمة الإصابة الخطأ، عد عليهم كثير من التشريعات التي أتاحت الحق للتنازل من أهلية المجني عليه إذا كانت الجريمة قتل، ومن المجني عليه شخصيا إذا كانت وفاة. وده متهيألي فتح الباب على مصراعيه أمام عدم العبء وعدم الخوف من القانون. لا، إحنا لازم نقول إنه هذه العملية الطبية لابد أن يحفها عدة معايير، هذه المعايير تضمن سلامة المريض وتضمن التزام الطبيب وتضمن كمان أنه يقوم بدوره على أكمل وجه. من أجل ذلك لازم أولا يكون هناك تشريع يضمن مراقبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء بصفة دورية، وده يمكن متهيألي موجود لكن مش مفعل بالصفة الدورية اللازمة، عشان نضمن انه هذا الطبيب بيعمل وفقا لضوابط مهنية، نعلمه ازاي
يطلع على أحدث التقنيات، وإن كمان نراقبه في مسألة تنفيذ هذه المنظومة أو هذه العملية. يعني لازم نمحو من الوجود فكرة العيادة اللي بيجرى فيها أي جراح مهما كانت هذه الجراحة صغرى أو كبرى، لأنه من الممكن أن ينتقل ميكروب للشخص المريض واللي يؤدي بعد كده إلى إصابته بإصابة مزمنة تؤدي إلى بتر أو حضرتك يا دكتور، ده حصل أكتر من مرة وفي ناس توفت، مش بقى ميكروب انتقل، لا احنا سمعنا عن ناس توفت. طيب ده نتيجة على عيادات صغيرة بتعمل عمليات جراحية، ده نتيجة عدم مراعاة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء للكشف الدوري أو للمتابعة الميدانية لهذه الأشخاص. في هذه الحالة بقى أنا بقول أنه لابد من معالجة تشريعية، أنه هذه الأشخاص اللي بتعمل وفقا لمنظومة مخالفة لضوابط الترخيص، أن لابد أن ينتقل الجرم من مرحلة الجنحة إلى مرحلة عقوبة الجناية اللي تؤدي إلى السجن المؤبد، عشان يكون ردع لكل شخص مسؤول في مهنته أنه سبب ضررا للغير أدى إلى وفاته أو أدى إلى إصابته. دول يعني العمليتين الأساسيتين، تشريع يقول أنه هذه الجرائم طالما نبع من شخص متخصص مهني لابد أن تنتقل من مرحلة الجنحة إلى مرحلة الجناية، ولابد من قانون آخر يعدل وفقا لوزارة الصحة ونقابة الأطباء بالإشراف الدوري. دول وجهة نظر الشخصية. دكتور أحمد، إحنا مش شايفين أي عقوبة، لا جنحة ولا جناية حضرتك. لا هو موجود. أنا ما شفتش إنه في حالة حصلت وسمعت على إنه لا كتير حصل. طب حصل إيه العقوبة؟ لا بياخد العقوبة المقررة في القانون. بيتحبس أو بيتوقف أو بيتاخد منه أنا الترخيص؟ أنا أعرف طبعا أنا أعرف حالات شخصية مرت عليا بصفتي المهنية كان فيها عقوبات لأطباء ودخلوا السجن وقضي عليهم بالحبس لمدة عامين، ويعني موجودين في الحبس إلى الآن نتيجة خطأ مهني. هذا الخطأ بقى هو ده اللي أنا بقوله بقى، إنه لابد من معالجة تشريعية عشان المسألة ما تبقاش مجرد خطأ بس. لا ده أنا عايز كمان أكون عندي كل الحيطة والحذر إن أنا ما غلطش تاني أو إنه غيري ما يغلطش. لو إنه العقوبة في هذا الجرم وصلت لحد السجن المؤبد، لا كل الناس هتحتاط لهذا الخطأ. مسألة إنه ينسى فوطة، مسألة إنه يعمل عملية مهنيا غلط، لا الكلام ده مش معالجته أبدا جنحة اطلاقا. زي مساله السواق اللي بسواق القطر اللي مات فيها 200 300، لا دي تنتقل من مرحله القتل الخطا الى مرحله الجنايه اطلاقا. ده لابد من معالجه تشريعيه فوريه لهذا الامر، لان بقول لحضرتك انه هذا القانون صادر من سنه 1937 ايام ما كانت السرعه المقرره في العربيات اقصى سرعه 40 كيلو. النهارده حضرتك في عربيات نفاثه، في النهارده وسائل تكنولوجيه كتيره. انا اعرف حاله من ضمن الحالات المهنيه، في طبيب بيعمل عمليات بالفيديو كونفرنس مع أطباء لسه امتياز، بيقول له اعمل كذا وهو معاه على الفيديو. ازاي هذا الكلام إطلاقا؟ لا هو من أصول المهنة ولا هو يجب أن يكون حياة المواطن بسيطة أو حياة المريض عنده بسيطة ومجرد أنه هو بيقوم بدوره. لا يا فندم، لا المعالجة التشريعية لابد منها فورا. طيب أروح للدكتور خالد هلالي. دكتور، يعني قانون المسؤولية الطبية في ناس كتير شايفة انه هو في تحيز واضح للأطباء. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا اعتقد ان القانون ما حدش اطلع عليه بالصورة او بمواده او حتى حضرتك حد شاف فلسفة القانون. والقانون حتى حضرتك لسه ما تمش مناقشته بالكامل. وما أقرش ولا نزل الجلسة العامة عشان نقدر نقول هو متحيز لفئة أو ضد فئة. طب هو القانون يا فندم بيقول إيه؟ حضرتك وضح للمشاهد نص القانون. هو الهدف في المنظومة الطبية عموما كلها بدايتها ونهايتها هو المريض، وكله بيشتغل وفق معايير وضوابط وقانون لخدمة المريض. سواء حتى وأنا بقول إننا بنعمل حاجة للأطباء فهدفها الرئيسي برضه عشان كده أنهض بالمنظومة الطبية لصالح المريض. القانون ده حضرتك وفقا للمادة 122 من الدستور قدم من قبل 3 أعضاء، كل عضو موقع عليه بعشر أعضاء المجلس أكثر من 60 عضو، وقدموا بقانون المسؤولية الطبية. الدكتور أيمن أبو العينة، الدكتور مجدي مرشد، الدكتور عليزة بالشاكر. دور القانون ده حضرتك لما بينزل بيجي المجلس بتحول لجنة الصحة بنناقش قانون بقانون. الأولوية
في النقاش للقانون المقدم اولا لوصل اللجنه اولا من النائب، وبنيجي نناقش القانون من حيث المبدا، وبعد كده بيبدا نناقش مواده، وبناخد القانون الاولاني والمقدمين جزء القوانين التانيين في كل ماده، بنضيف ما هو لصالح المريض ولصالح الطبيب برضه اللي بيعود في الاخر لصالح المريض، ونحذف منه اللي كان فيه اي حاجه حضرتك غير صالح المريض والصالح العام او صالح الطبيب، وفي الاخر بنقر القانون وبننزله الجلسه العامه، بيناقش تاني في الجلسه العامه وبيقر ساعتها وينشر في الجريده الرسميه وياخد صورته نهائي. قانون المسؤوليه الطبيه احنا بنقول لما يبقى في خطا طب، طبعا الخطا وارد في كل شيء في الدنيا بما فيها الطب، بس الخطا الطبي يعني عشان ده حاله انسانيه وحاله صحيه بيبقى فيه الخطا كبير والخطا غير مقبول، انما شئنا ما بين فالخطا موجود وارد. دورنا حضرتك ان احنا نقلل الاخطاء، يعني احنا ننجح امتى؟ استحاله الخطا هتعدل، ان احنا نقلل الاخطاء ونستفاد من اخطائنا ونعالجها. حضرتك هتقلل الاخطاء ازاي دلوقتي؟ الا لو شددت العقوبه وبقى في فعلا حاجه، هو اولا يعني تغليظ العقوبه لوحده، يعني تغليظ العقوبه لوحدها ده غير كافي اطلاقا ان انا اقلل الاخطاء. طب هي منظومه كامله. اولا الشريك حتى في الخطا حضرتك المؤسسات نفسها، سواء حتى ممكن تكون المستشفى، ايه المستشفى ده؟ هل هي مؤهله؟ هل هي بمعايير الجوده؟ هل حضرتك فيها الاستاف اللي فيها بمعايير التدريب والكفاءه والمهنيه العلميه اللي تؤديني في الاخر ان انا اطلع برضه عمل مهني محترم ولائق؟ الادوات، الاجهزه، التعقيم، العمليات، كل ده بيدخل حضرتك في المنظومه عشان اقلل الاخطاء واحد من اخطائي. العنصر البشري بقى اللي احنا بنوقع عليه العقوبه ده هو ده جزء من المنظومه، جزء مهم وجزء اساسي محدش ينكر ذلك، بس لازم برضه حضرتك تكون موفر له كل الدوافع عقب عقوبه بنص على القانون تواكب او تساوي الجرم، يبقى انا حضرتك في ساعتها اكون موفر له كل ما هو نقدر عليه، اقول ان فعلا اديتك فيها حاسبك. من واقع احنا عملنا او هم قدم قانون المسؤوليه الطبيه. ايوه. احنا عايزين نتناقش قبل ما نطلع الهوا مع الدكتور احمد ودكتور ايهاب، مين هو حضرتك صاحب المسؤوليه؟ احنا عايزين نحدد الاول مين صاحب المسؤوليه اولا عشان نوقع عليه العقوبه. صاحب المسؤوليه الطبيه صعب قوي ان احنا بنحدده. وبالله فلسفه زي حضرتك ما قلت كده في الاخر. صاحب المسؤوليه الطبيه صعب ان انا احدده، يعني دلوقتي لما طبيب يدخل يعمل عمليه المريض والمريض ده يا اما يخرج بعاهه مستديمه يا اما يتوفى او يحصل له اي حاجه نتيجه لخطا الطبيب، يبقى انا كده مش عارفه احدد. انا همشي بقى كلام حضرتك وكلام الدكتور احمد. اتفضل. انت حضرتك يعني صح قلت في البدايه ان انا مش شايفه حد بيعاقب. انا مش شايفه بصراحه، ما بسمعش الدكتور كتير احمد قال لك في حالات بس انا ما بشوفهاش. ما هو انا اقول لحضرتك بقى، شفت ما انا بقول لحضرتك اهو بقى في الاخر. الدكتور احمد قال لحضرتك لا ده فيه وفي ناس قدامي انا اخذت سنتين وفي ناس كده، والعقوبه المفروض في عقوبه تستوجب حضرتك مؤبد. مش انت قلت حضرتك من منطق وفلسفه ورؤيه ان انت ما انت شايفه قدامك اي عقوبه. ليه بقى ما انت شايفه عقوبه؟ لان فعلا بيحول الشكوى بتفحص، الراي الفني في الاخر غالبا ممكن يبرر الطبيب. الراي الفني ده في اللجنه ممكن بقى الدكتور احمد هو حاجه قانونيه بيبقى مشترك فيه الطبيب الشرعي، بيبقى مشترك فيه كذا، بيشترك فيه كذا، فبيبقى الراي الفني في الطبي بيبرئ الطبيب. ففي اللحظه ده حضرتك بيدخل وبيروح على المريض بيهدر عليه ان هو ما بياخدش حق ولا حق مدني ولا حق قانوني. طب ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك النهارده. فعلا وفلسفه القانون اللي احنا بنناقشه دلوقتي حضرتك ان احنا بنحافظ فيها على حقوق الاثنين. حق المريض اولا، لان كل القضايا اللي بتطلع هنقول بنسبه 90% حضرتك بيطلع الطبيب فيها معاف. والمريض ولا بياخد تعويض مادي ولا بيوقع على الطبيب حاجه جنائيه. حضرتك احنا جالنا حالات كتيره قوي في برنامج 90 دقيقه بيشتكوا من ان هم دخلوا عملوا عمليات، واحده كانت لسه معانا من اسبوعين دخلت عملت عمليه غضروف طلعت بشلل ونايمه في السرير، طب دي غلطانه؟ هو انا ما حدش لام على المريض شيء؟ ما انا بقول لحضرتك يعني احنا في كلامنا كله في سياق الكلام محدش بيقول ان على المريض اي ضرر، بالعكس الاضرار بتقع على المريض، انما مين بقى المسؤول من المنظومه كلها؟ في الطبيب ولا المنشاه الطبيه ولا الاداه ولا المعاونين الطبيين اللي معاه؟ بقول لحضرتك حاله زي دي هي تعمل ايه؟
وكلمتنا في البرنامج هتلجأ للنيابه. ما احنا قلنا حضرتك تلجأ للنيابه هتاخد حقها. هتاخد حقها طبعا. هيتحبس هذا الطبيب؟ بص يا فندم، هي الفكره كلها مش فكره حبسه كمان. انا مش عايزه احبسه، بس انا عايزه ان هو في تعويض الضرر، ان هو في خطر. يا دكتور حضرتك، في خطر هيخرج من خرج منه بالفعل، وعمل عمل انا بقى احترامي للدكتور احمد الشخص الثاني. احنا حضرتك في حاجه في الدنيا تساوي اي شيء من اللي حصل للمريض؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، مفيش حاجه تعوضه، حتى لو خد ملايين يعني اللي نامت خالص دي على السرير. وعشان كده حضرتك احنا قلنا احنا بنشرع وبنسن تشريعات جديده وبنعالج قوانين زي ما قال الدكتور احمد من سنه 30، وبنستحدث قوانين جديده ان احنا بنعمل بقى حضرتك التشوهات دي، وبندر كل واحد حقه من خلال التشريعات الجديده. قانون المسؤوليه الطبيه مش زي ما حضرتك قلت تماما، اما نيجي نناقشه ونناقش مواده هنلاقيه في الاخر بيصب لصالح المريض، ما بيصبش لصالح الطبيب. طب قول لنا مثلا مجموعه من الجرائم يعني حضرتك اصل احنا انا حضرتك دلوقتي صورة يعني مثلا من ضمن صورها قلنا عشان من اللي هو المريض بيطلع في الاخر حقه مهدر بسبب ان الطبيب بيجي في الاخر ممكن بنسبه كبيره جدا بيبرأ ويقول ان ده مش خطأ طبي، قلنا هنعمل لجنه. اللجنه دي مكونه من كل شيء، من وزاره العدل والصحه، واحنا حطيناها كنا كانت 13 واحنا خلصناها حضرتك لسبعه، ممكن اقول لحضرتك اعضاها: ممثل عن وزاره الصحه برشحه وزير الصحه، ممثل عن نقابه الاطباء غالبا برشحه نقيب الاطباء. احد عمداء كليات الطب الحكوميه اللي موجودين. اقدم نواب رئيس مصلحه الطب الشرعي. احد اساتذه الطب الشرعي. احد مستشاري محكمه الاستئناف السابقين او الحاليين رشحوا المجلس الاعلى للقضاء. ممثل عن وزاره العدل. ممثل عن نقابه المحامين ترشحوا النقابه. ممثل عن روابط وجمعيات المرضى للامراض المختلفه. ممثل عن لجان حقوق المرضى وممثل عن لجان حقوق الانسان. ممثل عن جمعيه او منظمه تعمل في مجال الحق في الصحه. ممثل عن شركات التامين اللي هي ممكن تعوض المريض حضرتك بقى ماشي. التامين العام في مجال التامين على المسؤوليه الطبيه تختار هيئه الرقابه الماليه. احنا خلصنا ده برضو، خليناهم بدل ما يكونوا 13 خلصناهم حضرهم خليناهم سبعه. دورها ايه بقى اللجنه دي مع النائب؟ اللجنه ديت منبثقه منها لجنه ثانيه. اللجنه الثانيه دي بيجي بتقول بتشوف رايها، بيكون على حسب رايها فني مهني. ما انا بقول لحضرتك طبي. ثواني يا فندم، اللجنه دي ما نقول كده في ما نيجي كده نبص لها هنلاقيها هي ممثله من جميع الفئات. قانون ايوه، انا راجل قانون هقول ايه؟ هقول فين الخطا المهني؟ انا مالي انا وانا اعرفه ازاي؟ ما انت بخليه تصبر عليه، ما انا مش هعرفه. ما نصبر عليك اهو. عدل وصحه وطب شرعي وتامين. في لجنه ثانيه بقى بتيجي تفحص الحاله. مثلا في خطا جراحي، خطا نسا، انف واذن. بنجيب ثلاثه متخصصين من حضرتك من المجال ده يرفعوا للجنه العليا دي يقولوا الحاله فيها 1 2 3. ما هو ده موجود في القانون الحالي. طيب انا عايز اروح بس للدكتور ايهاب طاهر وارجع هناقش بعد ما الدكتور ايهاب. بس ده موجود في القانون دكتور الحالي. ايهاب حضرتك امين عام نقابه الاطباء، رايك ايه في هذا القانون؟ جميل. شكله ايه؟ جميل. اولا في الحقيقه احنا علشان ندرس الاخطاء الطبيه دي حاجه مش جديدة ومش هنخترع حاجة جديدة، العالم كله درسها وحط لها قواعد وفي قوانين بتحكم ممارسة العمل الطبي في العالم كله. لأن ببساطة شديدة أن إحنا دلوقتي اللي موجود في مصر هو قانون العقوبات، وزي ما قال الدكتور أحمد إن ده معمول من سنة 37. طيب هل تطبيق قانون العقوبات لما أحطه على المجال الطبي هيبقى هو ده الكافي بالنسبة لي؟ طبعا لا، لأسباب كتير. لازم نحط إيدينا على جذور مشكلة الأخطاء الطبية إذا كنا بجد عايزين نعالجها. يعني هدي مثل صغير، إحنا كام مرة شددنا العقوبات للمرور؟ 10 مرات، 20 مرة، كل شوية نقول شدد عقوبات المرور، شدد عقوبات المرور. الحوادث وقفت؟ لا. ليه؟ لأن إحنا ما حطناش إيدينا على بقية الجذور. تشديد العقوبة أحد وسائل الحلول طبعا، ولكن العقوبات بمفردها لما في كل شيء أقول هزود العقوبة هزود العقوبة من غير ما أحط إيدي على الأسباب الحقيقية للمشكلة يبقى مش هحلها إطلاقا.
وبالتالي هناك أسباب حقيقية موجودة للمشكلة عندنا. طب إيه يا دكتور إيهاب حضرتك الأسباب الحقيقية اللي احنا لازم نحط إيدينا عليها علشان قوي. يبقى في عقوبات؟ جميل قوي جميل قوي. طيب. احنا عندنا هو النتيجة المتوقعة من العلاج اللي هو بينتظرها المريض، المريض منتظر نتيجة معينة من العلاج. إيه أسباب إن النتيجة المريض ما وصلش للنتيجة دي؟ ممكن يبقى مضاعفات المرض نفسه، أو مضاعفات التدخل الطبي نفسه، أو خطأ طبي نتيجة لأي حد من اللي بيشتغلوا في المنظومة الصحية، أو إن في سوء في منظومة العمل الصحية، أو نقص إمكانيات بتاعة المنشأة الطبية، أو إهمال طبي جسيم. كل دي ممكن توصلني إلى إن إحنا ما عندناش النتيجة المرجوة من المريض. طيب اذا انا لما اجي اقول عايز اعمل قانون، طبعا احنا محتاجين لقانون، ولكن في هذا القانون لازم نقسم هذه الامور علشان كل واحد ياخد حقه. المريض ياخد حقه طبعا، والطبيب ياخد حقه، والمنظومه الصحيه تاخد حقها. هل عندنا في القوانين الحاليه اللي هي بتعالج اللي هي بتوقع عقوبات على الاطباء، هل في اي عقوبه وقعت في مره من المرات على المنشاه الطبيه؟ طبعا اداريا موجود. اداريا ده شيء تاني. لا اداريا بالغلط شيء تاني بالغلط. طيب دي في الحقيقه ده شيء اخر. أيوة، انا ما بتكلمش على اداريا. انا هحبس المنشاه مثلا ولا ايه؟ لا ما هي عقوبتها عقوبه اداريه. انا بتكلم على جزء اخر، انا بتكلم وجنائيا كمان. اسمح لي بس اكمل كلامي وبعدين نتناقش. يعني اسمح لي اكمل كلامي، اكمل وجهه نظري. معلش انا ما قطعتش حضرتك، انا ما قطعتش مساله قانونيه. معلش انا ما قطعتش حضرتك خالص، بس مش عايز اوزع. لا اسمح لي اكمل كلامي، اكمل كلامي للاخر، وحضرتك سجل اللي حضرتك شايفه، وفي الاخر نتناقش في كل حاجه. أنا هنا مش بنظر للموضوع من الناحية القانونية البحتة، أنا بنظر للموضوع على إن في عندي مشكلة حقيقية، وأنا بدور على حل هذه المشكلة علشان أقلل حجم اللي بيحصل من الأخطاء الطبية الموجودة. علشان أقلل حجم اللي موجود من الأخطاء الطبية، أنا في عندي حاجات كتير لازم تتعمل. يا دكتور حضرتك يعني إحنا بنسمع عن أطباء بيعمل أكتر من حالة وبيموت في ايديه المريض، ومع ذلك هو مستمر وشغال. ودي جات لي في 90 دقيقه الحالات دي على فكره، يعني انا مش طيب. بالنسبه للجزء ومستمر والرخصه ما بتتاخدش منه او ما بيتوقفش. لا اسمحي لي ده كلام مش حقيقي، ده كلام مش حقيقي. طب احنا عندنا حالات. طيب. ايوه لحظه طيب اسمحي لي اجاوب. التقرير ده وارجع اكمل مع حضرتك. اشوف التقرير. اوكي لا انا بس كنت عايز اجاوب على اللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط. نجاوب يا اجاوب على اللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط. في عام 2016 نقابه الاطباء نفسها اصدرت احكام، خمس احكام ايقاف على اطباء وحكم بالشطب النهائي من سجلات المهنه. في عام 2015 اصدرت سبع احكام بالايقاف على الاطباء. فاذا هناك تحقيقات وهناك اطباء توقف، ولكن مش مجرد ان في مريض توفى يبقى اذا الطبيب مدان او في اهمال طبي جسيم. لا ده كلام في الحقيقه، ده كلام في الحقيقه. هذا في تحيز واضح ضد الاطباء. اذا كنا عايزين نحل المشكله يبقى نشوف جذورها اللي هنحكي عنها، ونقول الحلول الموضوعيه ايه اللي تضمن للطبيب حقه وتضمن للمريض حقه. مين اللي هيحكم كويس الخطا من جميل قوي من المريض ولا من الطبيب؟ كويس قوي، ده سؤال هنجيب عليه حالا في القانون. موجود في القانون زي ما قال الدكتور خالد، القانون المسؤولية الطبية فيه ايه؟ في لجنة عليا اللي هي قال عليها، اللي هي لجنة الهيئة الطبية، اللي هي هيئة المسؤولية الطبية اللي هي فيها ممثلين من أطباء وغير أطباء. ليه؟ لأنه دايما بيتقال إن الأطباء بيميلوا لبعض. فأنا عندي هنا اللجنة العليا فيها أطباء وغير أطباء، فيها من محكمة الاستئناف، فيها من وزارة العدل، فيها من نقابة المحامين، فيها من لجان الدفاع عن حقوق المرضى وهكذا، وفيها من نقابة الأطباء ووزارة الصحة طبعا. وبالتالي هنا ممثلة للكل، فدي بتضمن الحيادية لأنها مش تابعة إلى جهة تنفيذية ومش تابعة إلى أي جهة محددة. فدي بتضمن الحياد العام. بينبثق عن هذه اللجان لجان أخرى بقى فرعية في التخصصات المختلفة، فيها أساتذة من كليات الطب، وممثل في كل لجنة عضو من الطب الشرعي. دي اللي هتفحص الملف بتاع الخطأ الطبي وتصدر تقريرها خلال 30 يوم من فحص ملف الخطأ الطبي. اللجنة دي مهمتها انها تقول للجنة الأعلى منها يا جماعة اللي حصل
المشكله اللي حصلت قدامنا الحالة دي الحاله اللي قدامنا دي تمام، فيها خطا من المنظومه او فيها خطا من الطبيب او فيها خطا من الفريق المعاون او مفيهاش خطا طبي او مفيهاش خطا طبي، دي مضاعفات مرض تمام. دي مضاعفات تدخل طبي مذكوره في اللوائح والمراجع أيوة الطبيه. ايوه في حالات متاخره وممكن يعني يتوفر هدي حضرتك مثل صغير قوي في اسيوط من حوالي شهر او شهر ونص حبس بعض الاطباء احتياطيا في قضيه توفت فيها طفله في هم اطباء تخدير. ثبت بعد كده ايه المشكله؟ ان الطفله في عندها مرض جيني نادر. المرض الجيني النادر ده بيخليها لما تاخد دواء التخدير يحصل تفاعلات في جسمها، وغالبا هذه التفاعلات بتؤدي الى الوفاه. وهذا المرض لا يمكن اكتشافه، لا يمكن التنبؤ بيه ولا يمكن التنبؤ بيه. يعني هو مش المفروض انه بيبقى فيه اختبار حساسيه؟ مش كل الاختبارات طيب. مش كل حاجه ليها اختبارات. اولا مش كل شيء ليه اختبار. وفي بعض انواع الاختبارات بتبقى مرتفعه السعر جدا فما تقدريش تعمليها مع كل المرضى. يعني في بعض انواع الاختبارات، الاختبار مثلا ب 100,000 جنيه. طب هل المريض اللي هعمل له زايده اختبار البنج ب 100,000 جنيه؟ لا انا بدي امثله. لا انا بتكلم على التخدير او على حاله البنج. لا لانه كتير ماتوا بصراحه بسبب التخدير. انواع التخدير في التخدير في بعض الحاجات ملهاش اختبارات. ملهاش اختبار. في بعض انواع ملهاش اختبارات. دي مذكوره في المراجع العلميه وبيقولوا دي نسب نادره جدا. بيقولوا نسب نادره جدا مذكوره في المراجع. بيقول لك حاله في المليون بتاع المريض. بيقولوا كده حاله في المليون مثلا. انه لما بياخد دواء التخدير بتحصل تفاعلات في جسمه ما حدش هيقدر يتنبأ بيها، وهذه الحاله من المليون غالبا بتموت. كانت دي بالصدفه هذه الحاله. هل هذا خطأ من الاطباء في شيء عشان يتحبسوا وعشان يتم ابتزازهم علشان يتم التصالح في قضيه هم مش مخطئين فيها؟ هم طبعا لو انتظروا للمحكمه المحكمه بالطبع هتبرأهم، ولكن لانه هيتحبسوا احتياطيا واهل المريض بيبتزوهم بيضطروا للرضوخ للابتزاز علشان يدفعوا الفلوس علشان ما يتحبسوش احتياطي، وينتظروا لغايه ما المحكمه تحكم. الله اعلم هتحكم امتى. علشان كده احنا طبعا هناك اخطاء طبيه طبعا، وهناك بعض الحالات من الاهمال الطبي الجسيم طبعا، وهذه الحالات احنا ما بندافعش عنها اطلاقا، بدليل ان انا بقول لحضرتك نقابه الاطباء بتحاسب اطبائها تماما، ولكن احنا هنا بندور على حاجتين. المنظومه الصحيه كلها لازم احط ايدي على الجذور ونقول حلولها كلها، ان انا ما اظلمش الطبيب بان انا احبسه قبل ما يبقى فيه ادله ادانه واضحه، بيبقى فيه الحل في ان انا اسرع بيه الاجراءات القضائيه، تبقى فيه عندي لجنه محايده غير تابعه الى جهه محدده تنفيذيه علشان المريض ياخد حقه والطبيب ياخد حقه. هي مهمه قوي اللجنه المحايده اللي هتقرر الغلط من مين. ما انا بقول لجنه دي مهمه جدا لان دي اللي هتفصل. اتفضل يا دكتور. يعني انا عايز اعقب بعد اذن. اولا يعني اللجنه دي ما هي برضه في الاخر ما قالها الراي الطبي، وهو الراي الطبي لما يجي يعرض على السيد رئيس المحكمه اللي هو عضو في اللجنه او المحامي او عضو حقوق الانسان او غيره ما يقدرش يتناقش فيه. فمعنى ذلك انه هذه اللجنه هيبقى دورها كله انها تستمع للراي الفني، الراي المهني بحت. لكن تعقيب بسيط بس على اللي قاله استاذنا الدكتور. انا اقول لك بس يعني عمل اللجنه هتلاقي برضه اللي حضرتك فيه اسئله في دماغ حضرتك هتجاوب عليها. انا عارف، لكن هبقى مقيد بالراي المهني اللي هي هتديهولي. لا معلش، ما انا مش هاجي اناقش حضرتك اقول لك قول لي والنبي المسار المريء بيمشي ازاي. هتعاقبني بناء عليه انت حضرتك. انت ما انتش عارف انا هتكلم بقى دلوقتي فيها دي. هتعاقبني ازاي؟ هقول بقى. اما تعقيب بسيط بس بالنسبه الى جرائم الاصابه الخطا والقتل الخطا جميعها، فما فيش فيها حبس احتياطي الا في صورتين بس في القانون، وهم صورتي الخطا المهني الجسيم اللي ادى الى حدوث عاهه مستديمه واضحه معالم الشمس بانه الخطا واضح، فهنا الحبس بيبقى وجوبي فالنيابه تقدر تحبس. لكن لو انه الامر ما زال شك بانه قد يكون خطا يسير او خطا شديد، النيابه ما تقدرش تحبس، لان انا عندي نص في قانون الحبس الاحتياطي بيقول انه ما فيش حبس احتياطي الا في الجرائم اللي فيها الحبس الوجوبي اكتر من 3 شهور، وجميع جرائم الاصابات والقتل الخطا فيها عقوبات الغرامه، يبقى ما يقدرش يحبس الا لما يكون عنده دليل قاطع، والدليل القاطع ده بيرقى مرقى العين.
بيرقى مرقى العين. يعني السيد وكيل النيابه لما بينزل العين ونظر بس خلاص. ما هو ما هو الدليل ده يا دكتور؟ بقى الدليل ده يا دكتور اللي الناس بتختلف عليه. لا هو في حاجه يعني قال لك اهو الطفله عندها جين معين بيخليها ما تاخدش. المسؤول يظل المسؤول هو الطبيب. طب انت دلوقتي طلع برق الطبيب بعد كده هو برق الطبيب بناء على دي مشكله النظره في ان يظل المسؤول هو الطبيب. لا 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 احيانا تكون المسؤوله هي المنظومه. ما عندناش مشكله خالص. انا مش هوزع دمه بين القبائل. مش هفرق دم المريض ولا هرجع عليه بين القبائل. حضرتك ما بتتكلمش عن منظومه طبيه. المنظومه الطبيه العالم قسمها. العالم قسمها تقسيم علمي. ما تقوليش دائما المسؤول هو الطبيب. انا ارفض هذا الكلام. يا دكتور ايهاب حضرتك واضح ان انت متحيز. لا 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 انا على فكره هقول لحضرتك حاجه. خلينا عم نقابل الاطباء يا دكتور ايهاب. يا دكتور ايهاب يا دكتور ايهاب ثواني بس. ثواني يا دكتور ايهاب. انا واقف مع المريض طبعا لان هذا القانون من يوصل للمريض حقه. ولكن حاله الانحياز العامه الموجوده ضد الاطباء وان زي ما قال الدكتور احمد ان اي خطا طبي يبقى المسؤول الطبيب. طيب لا مش معقول اذا كان هذا التفكير كان عندنا مشكله كبيره في معايا تقرير. ثواني دكتور ايهاب معانا تقرير هيورينا حالة طبية ونرجع تاني. هو بس فتحي عبد العزيز 49 سنة مواطن مصري من أبناء محافظة المنوفية وهب عمره لقيادة سيارات النقل الثقيل لم يعرف غيرها مهنة قضى فيها 26 سنة أنجب خلال هذه السنوات 5 أبناء ويصف نفسه بأنه كان رجل ميسور الحال مجرد قصة عادية لمواطن عادي لكنها لم تكتمل لأن المرض أوقفها بالأربع سنين قاعد تعبت مش قادر أخد نفسي رحت الدكتور قال لي عندك عضله القلب ضعيفه لازم اعمال خفيفه تركبش نقل. قعدت في البيت اخويا الصغير لما جيت تعبت رحت العنايه المركزه في شبين في الجامعه قعدت 45 يوم في غيبوبه خدمه 100 100 دكاتره 100 100 بس علاج مفيش معاك فلوس تتعالجي تبعتي تجيبي من الاجزخانه. يعني انا كنت في القصر بتاع شبين حتى 11 يوم ابني نايم بره قدام العنايه يحتاجوا حقن يحتاجوا برشام يحتاجوا حاجه يكتبوا لها عبد العزيز اللي جيبها من الاجزخان مفيش خلاص مفيش علاج. ابني كان معاه 2700 جنيه قلصوا فبقتش اخد علاج. كيف يعيش هذا الرجل بعد ان ترك عمله في ظل التزامات العلاج التي ربما لا ترحم وفي ظل اوضاع الصحه في مصر والتي لا تخفى على احد بحسب وصفه؟ الانبوبه دي بغيرها من هنا حتى اسمها الخضرة ب 35 جنيه اكسجين ما ينفعش انام من غيرها عشان جسمي بيفضى من الاكسجين. عضله القلب ما بتغذيش المخ. الاكسجين بيساعدني لما اجي انام كل يوم واحده. بالنسبه للجلسات دي جلسه ب 17 جنيه بعمل كل يوم 4 جلسات كنت شغال في القطاع الخاص مش قطاع عام. القطاع الخاص تعبت روح انا مأمن على نفسي بقى سواق لما ريت كده سلمت الرخصه وعملت معاش بيدوني 550 500 جنيه الايام دي ما يعملوش حاجه. انا راجل كنت بعمل 7000 جنيه في الشهر 5000 جنيه في الشهر كنت مصاريفي حلوه وعلي كانت حلوه الملبس قالوا كلهم ده قعدت كله باظ قلبهم يقلعوا ويبيعوا عشان اخف اختي واخويا ده وابني ما مش مقصرين معايا في اي حاجه. دكتور ب 500 ب 100 ب 200 مش مقصرين. ماذا يريد هذا الرجل مع تعثر اوضاعه الماليه والصحيه؟ الدكتور قال لي في علاج لسه نازل جديد لعضله القلب ده بيعمل جرعتين كل شهر الجرعه ب 1200 الجرعتين ب 2400 لمده 6 شهور. انا ما فيش اوضه النوم بعتها كان سريرين اللي قالوا بعتهم دوله الله يكون في عونها ب 90 مليون
ولو كل واحد شال واحد الدنيا هتبقى حلوه. انما كله عدى. التامين الصحي يا فندم، بروح التامين الصحي بنزل، بحس ان انا مذلول لدرجه اني اتعقدت قطعت الورق من الموظفين اللي شغالين ودكاتره بيعاملوا البني ادم اكنه لا مؤاخذه مش عارف اقول لك ايه، رايح يشحت. فبتمنى من ربنا حد يتمنى حالتي لمده 6 شهور، شهر ب 2400 العضله بس تشتغل، اقدر اتحرك، انزل شغل، اعمل اي حاجه. ربما ازمه هذا الرجل هي ازمه متكرره، لكنه ايضا ربما يجد من يستجيب له. مشاهدينا شفنا حالة المريض اللي كان معانا دلوقتي في التقرير. مستشفى شبين الكوم طردته ورفضت وجوده في المستشفى لان هو معهوش فلوس. رأي حضرتك ايه يا دكتور؟ ده برضو كلام بيتكرر كل يوم في الحقيقه، ده كلام بالظبط كده، ده كلام بيتكرر كل يوم في الحقيقه، وده موجود فعلا. علشان كده بنقول لازم نحط ايدينا على جذور المشكله كلها عشان نعرف نحلها. يعني اهي مشكله عندنا حقيقيه بتحصل كل يوم وسببها مش طبيب، في اسباب احيانا بتبقى من اطباء احيانا بتبقى من اطباء. عشان كده لازم احط ايدي على كل الجذور. رقم واحد عندنا في الحقيقه ان احنا في عندنا نقص في الانفاق على المنظومه الطبيه الحكوميه. يعني المريض بيروح بيتقال له الجهاز عطلان، اطلع اعمل الاشعه بره، اعمل التحاليل بره، اشتري الدواء من بره. ده حقيقي. لان احنا كحكومه لا ننفق الانفاق الضروري جدا على المنظومه الصحيه. في عندنا جزء اخر ان ما عندناش منظومة حقيقية للتدريب والتعليم الطبي المستمر على نفقة جهة العمل. وده لازم يكون جزء من تكاليف التشغيل علشان ارفع دايما مستوى الفريق الطبي علشان يقدم لي خدمة طبية افضل. في عندي مشكلة كبيرة في الاجور بتخلي الاطباء والتمريض يشتغلوا في اكتر من مكان كل يوم علشان يقدروا يعيشوا، وبالتالي بيبقى تركيزهم قليل هم بيشتغلوا في مستشفى الحكومة. لو تتخيلي حضرتك نبطشية الطبيب لمدة 24 ساعة بياخد عليها 75 جنيه 3 جنيه في الساعة. نبطشية الممرضة ب 40 جنيه جنيه ونص في الساعة. مين يقول كده؟ ففي الحقيقة دي أمور لازم تتحط في الاعتبار وإحنا بندور على الإصلاح الكلي للمنظومة. في عندنا منظومة المراقبة، المراقبة الحقيقية، الرقابة الحقيقية وليست رقابة دفاتر الحضور والانصراف. دلوقتي لما بنيجي نقيم عمل الفريق الطبي الى الان بنقيمه كانه موظف في الارشيف، حضر كام يوم وغاب كام يوم. يا جماعه مش كده، احنا لازم هنقيم بناء على انه تعامل مع كام مريض، وهذه التعاملات طبق فيها المعايير العلميه الصحيحه. يا دكتور ايهاب خلينا نتكلم بصراحه، ان هم بيبقى عندهم عياداتهم فبيهربوا من المستشفى العام عشان يروح للعياده الخاصه. طيب او المستشفى الثانيه اللي هو بيشتغل فيها. هو كلام واحد على فكره، مش طيب من بعض. كلام مع احترامي للدكتور ايهاب، هو كلام يعني هو الاتجاه كله حضرتك اتجاه واحد، سواء رؤيه حضرتك او رؤيه الدكتور ايهاب او الدكتور احمد او انا. احنا بنتكلم ان المسؤوليه او الخطا الطبي تحديدا اللي هو موضوع نقاش الحلقه النهارده مش جهه واحده المسؤوله عنه. زي ما قلنا في البدايه في عده جهات. في منها حضرتك اللي اتقال دلوقتي في الحلقه وهو بنسميه الموازنه العامه للصحه. أيوة. اما نيجي نقول حضرتك ان الموازنه العامه للصحه 53 مليار جنيه، منهم رواتب عاملين بالمنظومه الصحيه 33 مليار جنيه، وخطه استثماريه كام؟ يتبقى كام للصرف على الادويه وعلى الاجهزه وعلى تحسين المنظومه الصحيه وعلى التدريب؟ تلاقي ما فيش. ده بيأدي ده كله احنا حضرتك. احنا نرجع تاني لموضوعنا الرئيسي، ما هو ده اللي هيجيبنا حضرتك. والدكتور او الطبيب اللي بيغلط وفعلا بيتم اثبات حاله الخطا والمسؤوليه على الطبيب. ما احنا عايزين نعرف المسؤوليه المهمه قوي بقى يا فندم. القانون هيعمل لنا ايه في الحاله دي؟ يعني انا النهارده مخصوص عشان الحاله دي. ما هو ده كلام منطقي وده سليم. نقدر نقول بقى زي ما نتكلم من ساعتها، عايزين نحدد رقم واحد، من هو المسؤول رقم واحد في كل المنظومه دي اللي نقدر نقول عليه نحاسبه. طب لما نيجي نحاسبه نحاسبه ازاي؟ هل هنحاسبه ونبص للمنظومه مستقبلا، ولا نحاسبه ونبص للوقت اللي احنا فيه؟ بمعنى ادق، انا دلوقتي لو قعدت اخوف بالطبيب واديله حضرتك اشدد عقوبه اشدد عقوبه، طب ما هلاقي ولا طبيب في الاخر اخد يعني فرع او برانش مثلا في جراحه كله هيعزف عن ذلك، طب اجيب مين يشتغل؟
حضرتك لو انا عديت عقوبه مشدده عقوبه مشدده عقوبه مشدده مش هشتغل بروفيشنال يا دكتور. نعم هيشتغل الشخص البروفيشنال يا فندم خليك معايا. طب هشتغل بروفيشنال. الاخطاء وارده ولا مش وارده؟ وارده بس طب. هيبقى خطا وهنا مش خطا مهني جسيم. مقبوله عالميا ولا مش مقبوله؟ احنا ما قلناش لا الخطا ده ده يا دكتور يا عم هو دي شغله اللجنه بالظبط. هي دي شغله اللجنه بالظبط. هو ماشي دي شغله اللجنه يا جماعه. قول يا جماعه صفين يا دكتور ايهاب. قول يا جماعه ما نستعجلش على نحكم على قانون لسه ما عرفناش ايه مواده وهو بيهدف لايه وايه فلسفته والغرض منه ايه. لما نقول في الاخر والله القانون ده يعني جاحد للمريض منصف للطبيب لا احنا كلنا هدفنا الرئيسي في الاول وفي الاخر هو خدمه المريض. حتى لو احنا بنكافئ الطبيب هو هدف خدمه المريض. على قانون دلوقتي احنا بنقول احنا وانت قلت في لقاء حضرتك الحلقه ان ده في صالح الطبيب بنطالب مصلحه بمصلحه المريض النهارده يا دكتور. كلنا طبعا. طيب انا معانا تليفونات ناخدها ونرجع نكمل ما في هذا القانون. معايا مها من بني سويف. مها مساء الخير. مها معايا سيد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك ولكل الضيوف اللي في الاستوديو. اهلا بيك يا حضرتك. الله يخليك يا فندم. الحقيقة أنا عاوز أتكلم حضرتك في جزئيتين. اتفضل. جزئية حضرتك تهم الموضوع بتاع الحلقة وجزئية ترجع لموضوع الحلقة. الجزئية اللي تهم موضوع الحلقة حكاية الإهمال الطبي راجع لعدم التخصص الدقيق اللي موجود عندنا بين الأطباء. والكلام ده بوجهه للسيد أمين عام نقابة الأطباء. مثلا على سبيل المثال أنت عندك حضرتك مثلا الأستاذ كبير مثلا تلاقيه كاتب على عيادته أستاذ جراحة المخ والأعصاب وتلاقيه حضرتك بيشتغل كل حاجة في جراحة المخ والأعصاب. هذا الكلام مرفوض عالميا إطلاقا. كل واحد بيبقى ليه جزئية معينة بيشتغل فيها. تخصص. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا في حاجة اسمها نيورو سباي يعني جراحات العمود الفقري. تلاقي حضرتك عندنا بتوع مصر بيشتغل اللمبر للعجز اللي تحت والسيرفايكال اللي فوق واللي تحت والدماغ وكل حاجه. التخصص الدقيق في مصر مفقود ولذلك نسبه الكومبليكيشنز او المضاعفات اللي بتحصل للمريض عاليه. انا ارجو من النقابه حضرتك ان التخصص الدقيق يبقى موجود. مفيش حاجه في الدنيا كلها في العالم كله اسمه استاذ جراحه المخ والاعصاب. اوكي اوكي يبقى حضرتك بتطالب بالتخصص انه يبقى موجود. تمام. شيء علمي. محمد من الغربيه. الو. ايوه معاك. ايوه الو. ايوه اتفضل. معاكي محمد رشدي الشال من الغربيه السنطة السنطة. اتفضل اتفضل. انا كان عندي المدام بتاعتي كانت بتقول في احدى المراكز السنطة اسمه مركز الصفوه. بتتابع مع الدكتور محمد توفيق. بعد ما ولدت ثاني يوم جالها تشنجات وتعب وديناها الجامعه. اتصلنا بالدكتور الاول حصل 1 2 3 قال لك لا انا ما باجيش لحد لو الحاله تبقى تجيلي بس الساعه كذا. طبعا حاله مغمى عليها وعندها تشنجات اضطرت ان انا اروح بقى الجامعه في طنطا. من هنا لهنا اكتشفنا بعد التحاليل بعدها بيوم ان جالها التهاب سحائي في المخ. سببه ايه؟ ان هي الحقنه البنج النصي اللي خدتها فيها نسبه تلوث عاليه جدا جدا جدا. ولكن انت برضك يعني ايه طب انت عملت ايه بعد كده لما حصل ان هي حقنه البنج فيها نسبه تلوث عاليه؟ اشتكيت او عملت محاضر او اثبتت حاله؟ زوجتي توفت بعدها بثلاث ايام او اربع ايام قال لك انت ما لحقتش. دوام لله. نعم بالله. دلوقتي لجأت لمركز الصنطة عملت محضر وعملت شكوى واتعرضت على النيابه وهو جه برضك استجوبوه ومشي وعادي ومفيش اي حاجه حصلت. مفيش حاجه حصلت. وهو ده اللي احنا بنقوله. بشكرك. محمد من الجيزة. ايوه يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد اتفضل. تحياتي ليكي ولكل الضيوف خاصة دكتور احمد بتشرف بيكم يعني وبشرف اني بتصل بحضرتك. شكرا اتفضل. ميرسي. حضرتك انا اكتر حد في الدنيا حصل معاه اهمال طبي في الدنيا كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ رحت بولد مراتي في القصر العيني. كانت موجوده في قسم نساء ولاده. قعدوا يعملوا لها شويه تحاليل وبعدين قالوها قسم امراض دم. الدكتوره امتنعت ان هي تولد مراتي والطفل مات في بطنها زي ما بقول لحضرتك. الدكتوره امتنعت انها تولد مراتك ليه؟ ايوه قالت لها انت بتمثلي انت بتستعبطي. بتمثل انها حامل ولا بتمثل انها بتولد؟ لحظه يا فندم الدكتوره بتقول لها جوزك ده ولا ابن خالتك؟ شفناها في القصر العيني. ممكن اتكلم مع حضرتك ما تقطعنيش انا اسف. اتفضل اتفضل يا فندم. كمية إهانات شفناها في القصر العيني لغاية ما
بنموت والله بنموت من هناك لغايه فجاه الطفل مات. حضرتك عملنا رحت خلاص مات هعمل ايه؟ دفنته ورحت رحت النيابه عملت محضر وبعنا دلوقتي 3 أو 4 سنين ما فيش. طب ثواني بس عشان انت بتتكلم بسرعه عشان كده انا عايز اسالك يعني انت بتقول هي امتنعت عن ان هي تولدها والطفل مات، الطفل مات جوه بطنها؟ مات جوه بطنها وعندي الادله والاثباتات انه كان عايش. ومين اللي خرج الطفل بعد كده؟ نعم مين اللي فتح البطن وخرج الطفل او مين اللي ولدها بعد كده؟ ما هي راح بقى نزلت كشك الولاده في القصر العيني. كشك الولاده ماشي. وبعدين دفنته خلاص ورفع القضيه وما فيش اي حاجه. ده حصل معايا. بعديها امي تعبت رحت خدتها قلبت بيها على سرير عنايه مركزه ما فيش تعب كبد بسيط. فضلت كده عشان نجيب وصفه من اي حته عشان خاطر بس ندخلها عنايه مركزه وخفت ومشيت الحمد لله من البهدله المستشفيات. بعديها وقعت على راسها خدتها عملت اشعه في بقى بطلت اروح بقى القصر العيني بقيت اتعامل بالفلوس حضرتك في اي حاجه في اي حاجه في العلاج لازم استلف عشان خاطر اعالج الاهلي. اروح القصر العيني اللي معهد نظر يا فندم يقول لي اشعه مقطعيه ده هي كده عندها نزيف على المخ ومحتاجين نعمل عمليه حالا. طب يا فندم ما عندناش سرير عنايه مركزه، طب حضرتك هنعمل ايه؟ اتصرف. وهي جوه في الطوارئ وما عملهاش اي حاجه هي بس مجرد الاشعه وقالوا لنا نزيف على المخ، فضلنا نتصل بالطوارئ القصر طوارئ الوزاره وجبنا وسايط لغايه ما نقلناها لقينا بعد 5 ساعات ولا 6 ساعات هي مرميه على سرير جوه في معهد ناصر لغايه ما دفعت بتاع 600 700 جنيه في شويه تحاليل واشعات هناك. وبعديها قمت لان المستشفى فين؟ الدكتور لقيته بيقول لي دلوقتي حالا تروح بيها على مستشفى البنك الاهلي، مستشفى كده في حته عند كارفور الدائري. رسالتك وصلت شكرا يا محمد. معنا مجدي من الشرقيه. محمد من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. مع حضرتك محمد عبد الرؤوف محمد عمر الكفراوي. اهلا وسهلا. ابني اسلام محمد عبد الرؤوف محمد عمر الكفراوي. من 28/6/2016 ايوه ورم سرطاني في الغرفه الخلفيه للمخ. تمام. عملنا العمليتين في معهد ناصر. وشفنا الذل على ما عملنا العمليتين. وقعد سنه ياخد كيماوي. وفي الاخر دخل عنايه مركزه مات في العنايه المركزه بعد 52 يوم عذاب. انا برجو حضرتك وانا على الهوا دلوقتي قدام الناس وقدام المحامي اللي قدام حضرتك انا ما معيش اجيب محامي. انا عاوز حق ابني. ابني مات اهمال طبي لدرجه ان هم. طب انت اثبتت اوكي انت اثبتت ازاي ان هو اهمال طبي؟ الاهمال الطبي جه منين؟ بعد العمليه الثانيه يا فندم عمل عمليتين وهو في غيبوبه. دخل غيبوبه بعد العمليه الثانيه. بعد العمليه الاولانيه عمل عمليه تركيب سمان بريتوني وعمل عمليه شق حنجري. ها. والجرح بتاع التركيب الصمام البريتوني لقينا تحته دود ومسجل لهم صوت وصوره. ده تلوث جرح بقى. ورحت عملت محضر في اسم الساحل وطلعت من اسم الساحل على النيابه العامه ومعايا صوره تبقى الاصل من المحضر. اخد حق ابني منين الدكتور اللي قاعد يتكلم قدام حضرتك لو ابنه اللي مات مش هيقول كده. طيب بشكرك. شكرا. مجدي من الشرقية آخر تليفون يا جماعة عشان نكمل الحوار. مجدي السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. أولا التحية لحضرتك ولضيوفك الكرام. طبعا الحالات اللي حضرتك جبتيها وعرضتيها دي أغلبها في المدن. ما بالك بقى في القرى والأرياف. حضرتك احنا حاسين إن احنا في دولة تماما. أنا هحكي لحضرتك عن موقف بسيط جدا حصل امبارح على طريق في قريه اسمها سعود لخيوه. حصل حادث الاسعاف جت لنا بعد 45 دقيقه. واحنا بيننا وبين المستشفى حوالي 5 كيلو. أيوة. الاسعاف مش عارفين ما فيش حاجه خالص. حضرتك اديني من وقتك دقيقتين وابعتي لنا كاميرا تشوف الماساه اللي احنا بنعيشها في قرى مركز الحسينيه محافظه الشرقيه يا استاذه. احنا عندنا مستشفى شراره ومستشفى سعود مبنيين على اعلى مستوى اتفتحوا من سنه على اساس ان هم مستشفيات تكامليه. مفيش حد الا دكتور او اتنين اللي بيجوا يكشفوا والعلاج اللي احنا عاوزينه بنروح نشتريه من بره وقصص. شكرا رسالتك وصلت. شكرا. معنا تليفونات كتير بس يعني بتاسف للمشاهدين مش هنقدر ناخد كل التليفونات لان الوقت ضيق. يعني تعليقات حضراتكم سريعا بقى على اللي انتوا سمعتوه. طبعا طبعا في من اللي سمعناه طبعا
بنعزي جميع الحالات طبعا اللي توفوا لهم اي حد، وبنطلب منهم ان هم يقدموا شكاوى رسميه، والشكاوى يتم فيها حضرتك منهم قال لك ان هو في بعضهم قالوا احنا قدمنا شكاوى في النيابه، في بعضهم قالوا قدموا شكاوى في النيابه. النيابه طبعا بتحقق. يحق لاي مواطن يرى ان هناك حالات اهمال طبي جسيم انه يتقدم ايضا بشكوى لنقابه الاطباء. يعني عايز اقول لحضرتك ايضا تحقق واحده دكتوره زي اللي رفضت انها تولد الست الحامل اللي بتولد، امتنعت. انا طبعا ما اقدرش احكم، وانا قاعد ما ولدت في بدون ما اسمع بدون يعني ما اسمع الطرف الاخر. يعني خلينا علشان نقدر نصدر احكام على اي شخص. هي انا لا اقدر اقول حضرتك واحده بتولد والدكتوره بتمتنع عن ان هي تولدها. كويس، هذا قول الشخص قد يصح وقد لا يصح، قد يكون حقيقي قد يكون حقيقي وقد يكون حاجه ثانيه. ما انا عارف طبعا حضرتك ما تعرفوش وانا ما اعرفوش وما اعرفش الطبيب. ولكن بنقول دايما هو تقدم بطلب، الطلب التحقيق بتاع النيابه هيمشي في اموره، هيتم التحقيق فيه، واذا ثبت هناك اهمال جسيم على الطبيبه هتعاقب من عند النيابه وهتعاقب ايضا من نقابه الاطباء. نقابه الاطباء لا تتهاون فيها اي حالات اهمال طبي جسيم. هو ده بقى يا دكتور ايهاب اللي احنا بنقوله، ان احنا لازم نعدل القوانين عشان طبعا مش كل الاطباء وحشين، احنا بنتكلم على الاطباء المقصرين او الاطباء اللي عندهم اهمال طبي. جميل قوي. كلنا مش مختلفين، كلنا مش مختلفين في ان حالات الاهمال الطبي الجسيم لابد فيها من عقوبات رادعه. أيوة. طبعا احنا هنا بنقول احنا عايزين نحدد المسؤوليات ونقلل فعلا اسباب الاخطاء الطبيه. فنصلح المنظومه كلها على بعضها، ومن ضمنها العقوبات، ده جزء اصيل، العقوبات جزء اصيل، ولكن قبل ما ادي عقوبه مش لازم احدد المسؤوليه واقول نوعها هي ايه، المسؤوليه دي نوعها قد ايه، المسؤوليه دي تركب على ايه، تركب على ان مفيش عنده اهمال، ولا تركب على انه لازم يدفع تعويض، ولا تركب على انه يدخل السجن. في الحقيقه لازم من اللجان اللي هتحدد. فوجود مشروع القانون هام للمريض قبل ان يكون هام للطبيب. بالنسبه لاحد المشاهدين اللي قال مفيش اسره عنايه مركزه لغايه ما والدته توفت، دي حقيقه. اهو ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، اللي بنقول عايزين نصلح المنظومه كلها، لان هي ناس ماتت بسبب نقص في المنظومه. عندنا نقص في اسره الرعايه. نتمنى ان القوانين دي تشمل ايضا المنظومه. لا ده تختار. بص يا فندم، يعني المنظومه يتطلب لها موارد ماليه. هنيجي نقول لي معاليك هات لنا موارد ماليه فقط، مش محتاجه رقابه، محتاجه كل حاجه. رقم واحد، موارد ماليه. رقم واحد موارد طبعا، رقم واحد موارد ماليه، عشان ما نحطش راسنا في الرمل. رقم واحد موارد. الحاجات الثانيه كلها مهمه، كلها مهمه، مفيش حاجه مش مهمه، بما فيها القوانين العقوبات والرقابات، كل حاجه مهمه لانها منظومه متكامله. يعني اللي انا شايفاه دلوقتي يا دكتور احمد قانونا، انه اللي بيحصل له حاجه انا شايفه ان هو يعني ما يروحش ولا يبلغ. لا لا، لانه حقه لا بيروح. لا لا لا، يعني ده اللي احنا شايفينه. انا اولا بس عايز اقول لحضرتك، لا، النيابه العامه لا تقصر اطلاقا في اي بلاغ مهما كان قدره. النيابه العامه لا، انا بقولش عن النيابه يا دكتور، انا بتكلم على القانون. لا لا، مع النيابه هي الاساس، هي اللي بتفعل هذا الامر. النيابه هي حاميه المجتمع كله. هو القانون مش مديها الحق. تمام، يمكن كده. تمام، انا عايز بس نمره واحد هقول لحضرتك معالجه تشريعيه بسيطه جدا تساهم في هذه المشكله. نمره واحد، لابد من تعديل قانون العقوبات بما يضمن تقسيم هذه الجرائم الى نوعين، جرائم مهنيه، هو ده محور الحلقه وهو ده اللي انا عايز اسمعه بقى، وجرائم مهنيه مشدده نتيجه جسامه الخطا او جسامه النتيجه. كويس قوي، هقول لحضرتك بقى. الجزء الاول جزء بسيط وده مش هنتطرق اليه، للجزء الثاني. واحد نسي فوطه، واحد خطأ المهني شال جزء من جسد الإنسان بدون ما يكون هو محتاج يشيله، أخطأ في المشرط وعمل تسبب لي بعاهة مستديمة، أجرى جراحة في مكان المفروض ما يجريش فيه، غير مرخص، كل دول بقى لابد من تعديل قانون العقوبات. لا، وايه راي حضرتك اضيف لك بس اللي هو مش دكتور وعمل عمليه. لا، دي كارثه، دي قتل عمد. دي موجوده، ده قتل عمد. دي موجوده في الدقهليه، حصلت بقى. ده مش خطا مهني، دي حصلت في الدقهليه. لا بس مش خطا مهني، ده مش خطا مهني، دي مش معالجته هنا خالص، ده قانون عقوبات قتل عمد. حتى لو كان داخل يقاصد علاجه يعني قتل عمد. يبقى الشق الاخر انه هذه الجرائم اللي انا هحطها تحت بعضيها كبند، دول كلهم يعتبروا بمصاف الجنايات.
تمام؟ وهيخش بيها محكمة الجنايات اللي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. تمام؟ تعالي بقى حضرتك إلى دور آخر تشريعي، وهو ضرورة وجود جهة، هذه الجهة تضمن سلامة المريض وتضمن حق الطبيب أيضا. الجهة دي لابد أن يكون هناك مرور دوري على كافة العيادات، على كافة المستشفيات، على كافة المراكز، عشان نقضي على ظاهرة من مين يا فندم؟ من وزارة الصحة، معها نقابة الأطباء، الاثنين مشتركين مع بعض. وبعدين مش هعلق الشماعة في الآخر على أنه يتفرق دمه بين القبائل فيصير ليس له حد يطلبه. لا، ما ينفعش. مش هقول ممرض وإلى كل دول مسؤوليتهم ناجمة عن مؤسسة طبية، المؤسسة الطبية مسؤول عنها مشرف، هذا المشرف هو اللي أنا هحاسبه. المشرف ده لازم يكون طبيب، لازم يكون طبيب مرخص له، لازم يكون طبيب، وطبيب هو الأساس في هذه المهنة. يبقى كده المعالجة التشريعية واضحة، هنقضي على ظاهرة الخطأ المهني، هنقضي كمان على ظاهرة غياب القانون الرادع، ومتهيألي النيابة هيبقى دورها كله إنها تفعل هذا القانون وفقا للتقارير الطبية اللي جاية لها. ده الحل النهائي البات الشافي المغني الذي يصلح المجتمع. ده قانونا. أروح للبرلمان، هتقدر تساعدنا في ايه في الفترة اللي جاية؟ احنا طبعا يعني كان محور الحلقة النهاردة الاخطاء الطبية وقانون المسؤولية الطبية. حضرتك المنظومة الصحية مما لا شك فيها فيها تقصير، ومحدش يعني يرضى تماما ان يكون في المنظومة الطبية اي تقصير، وبنعمل ذلك ان شاء الله. القانون ده حضرتك لما اتعمل، يمكن انا اقول لحضرتك حاجتين فيه بس بندين من اللجنه العليا اللي هي دورها دكتور احمد حضرتك اللي بتسال عليهم، يعني هم طبعا كتير اهدافها كتيره، بس اقول لحضرتك اتنين. واحد، التحقيق في الشكاوى التي تقدم اليها مباشره من كل من وقع عليه ضرر الناتجه عن الممارسه الطبيه بواسطه متلقي الخدمه الطبيه سواء بنفسه او من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق احد اقاربه حتى الدرجه الثانيه. برضو من ضمن أهدافها أو من ضمن دورها، تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق كما تقوم بحالة تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لإحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى. يعني القانون ده حضرتك لما نيجي في الآخر هنقول كل مواده، كل اللي المفروض يتعمل فيه ويقر، هيحد تماما ويحط بنسبة كبيرة جدا من الأخطاء جن المعالجات من الجهات الاخرى. ده المفروض امتى يا فندم هذا القانون؟ ما انا قلت المعاليك في الاول، هو دلوقتي. طيب هل طالبت حضرتك بتشديد عقوبات بقى على الجرائم المهنيه؟ في باب حضرتك يعني مثلا نيجي حضرتك ايه العقوبه عند حضرتك؟ اديني مثال وعقوبه. انا اقول لمعاليك او حضرتك. طبعا العقوبه الجنائيه زي ما حضرتك بتقول بتروح عندك في القانون العقوبات وبتروح للنيابه. ده ما بيتعرضش للامور الجنائيه. جنائيه خالص. انما في حاجه بقى المريض. يعني ايه ما بيتعرضش يا فندم؟ يعني هحدد مسؤوليه، وكلمه مسؤوليه تقتضي الخطا والضرر وعلاقه السببيه المسؤول. لا لا، انا عايز بس اوضح ولا حاجة. تنظيم مهنه الطب بقى. اوضح حاجه. اتفضل. احنا في فرق بين المسؤوليه الطبيه وفي فرق بين المسؤوليه اللي تتطلب بايه معاقبه جنائيه. يعني حضرتك دلوقتي انا جيت في حاجات بينص عليها اللي بنقول مضاعفات طبيه مقبوله زي ما قال الدكتور ايهاب من شويه، موجوده في المراجعه الطبيه بنسب عالمية وبنسب برضه حضرتك عندنا هنا في بلدنا. يعني حضرتك ما بتقترحش أي عقوبة ولا تشديد عقوبة ولا مثال؟ في عقوبات يا فندم. يبقى أنت حضرتك بتتكلم في قانون العقوبات؟ ما أنا بتكلم أنا بتكلم يا فندم بشأن المسؤولية الطبية اللي إحنا بنتكلم عليها. كلمة المسؤولية الطبية دي إذا حضرتك ناقشت فيها إدارياً كيف تسير المنظومة الطبية فهي ليها قانون اسمه قانون ممارسة عمل الطب. لكن لو حضرتك اتكلمت فيها عن العقوبات دكتور خالد، لو القانون مش هيبقى مشدد وفعال فعلا ده لازم ومحدد. بص انت يبقى احنا كاننا ما عملناهوش يا دكتور. يا فندم احنا دلوقتي حضرتك في حاجه اتكلم الدكتور احمد مشكورا من داي قال احنا عايزين نعدل في قانون العقوبات ده لازم 2-3 ماشي. عشان نعدل احنا بنقول بنبدا من البدايه في التشريعات وفي تصحيح التشريعات وتصحيح القوانين. ده قانون لتحديد المسؤوليه. تحديد المسؤوليه اولا، من المسؤول المسؤولية. ويحول ايه ومن اللي يقول ان ده مسؤول وايه الجرم اللي نقدر نقول زي ما بنقول من شويه في بدايه الحلقه ان 90% و95% زي حضرتك ما بتقوليه كده بيطلع في الاخر ان الطبيب بيحبس احتياطيا وفي الاخر بيطلع لايق عليه شيء. بالظبط ده اللي بيحصل في مجتمعنا. في جزئيتين في القانون ده. المسؤوليه الطبيه يا اما حضرتك تستدعي حالة جنائية وبنحوله كحالة جنائية، يا إما ما تستدعيش حالة جنائية وقع عليه غرامة مالية. الغرامة المالية دي بقى مين اللي بيقرها؟ برضه لازم يعاقب الطبيب. محصل لصالح مين الغرامة دي؟ الغرامة المالية اللي بتقر حضرتك لصالح المريض.
يعني تعويض. 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 ماشي. وليس تعويض. يعني تعويض هيبقى مناسب ولا تعويض رمزي؟ دي اللي هتقررها حضرتك بقى لجنه يا فندم. وايه ادوات الالزام في هذا القانون ان انا لو ما دفعتش هذا التعويض؟ لا كويس قوي. دي هنا في الزام على كل طبيب انه بيبقى فيه تامين على اخطاء المهن الطبيه. بيبقى فيه يعني. تامين بيبقى فيه تامين اجباري. يعني ننتقل الى العداله الرضائيه. رضيت يا عم هندي لك فلوسك. لا ده مش كل الحالات. مش كل الحالات. لا ده مش كل الحالات. الغلبان مش كل الحالات. هساوم الغلبان على عمره. هساوم الغلبان على عمره. خلينا معاك بقى بعدين. خلينا معاك بقى بعدين. خلينا معاك بقى بعدين. حضرتك بتتكلم كلام مش حقيقي. ما عندكش نص قانون. حضرتك ما عندكش عقوبه. خلينا معاك يا دكتور. ما عندكش عقوبه. انا همشي مع عليك في حاجه. اتفضل. خلينا مع حضرتك. ما انت ما عندكش عقوبه. طب خلينا مع حضرتك. هساوم حضرتك. خلينا مع حضرتك في حاجه. طب حضرتك اسمع للاخر وبعد كده علق حضرتك على دلوقتي بالوضع القانون الحالي اللي احنا دلوقتي بنساعد في القانون اللي حضرتك بتقول عليه بنساعد واحنا عايزين نعمل حضرتك وضع اطار قانوني وتشريعي سليم فعلا كل حد ياخد حقه. لو انا همشي انت حبست المريض دلوقتي احتياطي. انا بس عايز اقول حاجه معالي النائب بس بعد اذن حضرتك. انت متداخل ليه ولا انت حضرتك متداخل ليه في مجال قانون العقوبات ومجال ممارسه عمل الطب وتنظيمها؟ اصل انا بتكلم على القانون ده. ما انا بس بسال معلش قانون العقوبات على فكره. معلش حضرتك اي حاجه هتقول لي فيها يحبس أو يدفع غرامة ده مجاله قانون عقوبات. لكن مسألة تنظيمية ده قانون آخر بينظم مهنة الطب. تعمل إيه وتاخد ترخيصك منين واللجنة دي إيه؟ لجنة نظام هذا القانون برضه. طيب دكتور ده اسمه قانون عقوبات. دكتور إيهاب يبقى قانون العقوبات ده بيشمل المسؤولية المسؤولية الطبية. معلش قانون المسؤولية الطبية ده بيتبع إيه بعد إذن حضرتك؟ هتضع فيه عقوبة لمن يخالف؟ طيب حضرتك اسمعوا للاخر. جاوبني حضرتك دكتور ايهاب. يا دكتور يا معالي النائب جاوبني. هيتضع فيه عقوبه لمن يخالف؟ لا. حلو قوي. يبقى هو قانون تنظيمي. ايوه بالظبط. خلاص يبقى ما هوش قانون عقوبات. يبقى مش هيعالج المساله يا دكتور. يبقى مش هيعالج. مش هيعالج. مش هيعالج. مش هيعالج. مش هيعالج يا فندم. اللي قال ما عليه. طب دكتور ايهاب معلش ثواني. مش هيعالج. لا ممكن نسمع من غير مقاطعه. ثواني. ممكن نسمع من غير مقاطعه. ممكن من غير مقاطعه. يصلح المنظومه الطبيه. ماشي. نسمع من غير مقاطعه. نسكت. نسكت. نسمع من غير مقاطعه ممكن؟ اتفضل. طيب هذا القانون شغلته انه عايز دلوقتي في عندي مسؤوليه طبيه. من المسؤول عن حدوث هذا الخطأ وما هي درجة جرم هذا الخطأ؟ ممكن يبقى الطبيب غير مسؤول على الإطلاق. ممكن. جميل. يبقى هنا مفيش مسؤولية طبية. أيوة. ممكن يكون خطأ من الأخطاء المتوقع حدوثها طبقا للمراجع العلمية. يبقى ده ممكن يبقى إيه؟ يبقى ده تعويض ياخده المريض. تعويض مادي. ممكن تعويض مادي يا معلم. لا اكمل كلامي بعد اذنك. انا عايز اسال. ما تقاطعنيش. انا مش قاطع. لا طب ما ايه انا ما قاطعتش حضرتك. طيب ما تقاطعنيش. خلص كلامه حضرتك. علق. حاضر يا فندم. والنبي بس فكرني اقول لحضرتك حاجه يا معلم النائب. في شيء ثالث وهو الاهمال الطبي الجسيم اللي هي بنقول عليها حالات موجوده. طبعا موجوده في بعض حالات الاهمال الطبي الجسيم دي هتحال الى قانون العقوبات اللي موجود. دي هتحال الى قانون العقوبات. لكن هذا القانون ليس له علاقة بقانون العقوبات. قانون العقوبات ده شيء آخر. ده قانون لتحديد المسؤولية الطبية. الطبيب مسؤول. انت برضو بتقاضي بالدكتور. انا بناقش حاجة وانت حاطط في دماغك. حضرتك بتتكلم في حاجة تانية. ممكن اقول لحاجة بس كيفية اتصال المجني عليه اللي هو المريض الذي اجرى له جراحة فنتج عنها اصابته او اهليته لو هو توفى. كيفية اتصاله بحضرتك ازاي؟ بدايته ايه؟ هيقدم لك شكوى؟ يعني نلغي النيابة العامة؟ لا ولا النيابه العامه تبعت لك؟ يا فندم لا. طيب انت حضرتك. طب خليني يا فندم انا بقول لك. انا مريض يعني انا دلوقتي حضرتك كراجل مجني عليه اول حاجه بروح اطرق باب الشرطه والنيابه. كويس. براحتك اتركه. براحتي يعني. هو طريقه النيابه هتحول القضيه. النيابه هتحول يعني انت دورك دور استشاري للنيابه العامه. بالظبط. طيب يبقى معلش بقى حضرتك بس الناس عشان تفهم. معلش يا دكتوره بعد اذن حضرتك. قانون المسؤولية الطبية ده هو قانون مساعد لقانون العقوبات في كيفية الوصول لتحديد المسؤولية عشان النيابة مسؤولية الطبيب والمؤول عشان تصنف حضرتك الجريمة دي إلى أنها مشددة ولا غير مشددة. ده خلاص ما هواش قانون بالمعنى المفهوم اللي يرضي المجني عليه قدر ما هو يحسن فيما هو قادم. ده قانون العقوبات اللي حضرتك عليه بقى. تعالي بقى نشوف المعالجة الحقيقية. مش ده المعالجة الحقيقية. أن أنا هقسم الجريمة لنوعين بسيطة وجسيمة. الجسيمة تخليها جناية. اوكي. والبسيطة هتسري زي ما هي. الجناية تصل للسجن المؤبد. وفاته وعاها مستديمة
زي ما هم هيقولوا لي التقرير، وبعدين تقريرهم مش قرآن. انا ممكن صاحب الشأن يطعن عليه، يبقى انا هجيب لجنه وده موجود في القانون أخرى. وده موجود في القانون ان متحق يطعن عليه. خلينا حضرتك برضو خلينا حضرتك بس كده نرجع للوقت الحالي طبعا، لان احنا لازم نحافظ على حقنا. يعني حضرتك هذا القانون ما هوش قانون يعالج المساله بتاعت حضرتك يا دكتور. يا دكتور احمد حضرتك خلينا دلوقتي حضرتك، انا في الوضع الحالي لما بحدد المسؤوليه الطبيه ما اجي احددها وما اجي اقول مين اللي يكتب التقرير، يعني معنى ذلك النيابه هتبعت لك تقول لك اتفضل اكشف على الحاله دي. اللجنه دي حضرتك مش الحاله دي النيابه هتبعتها لك وتقول لك لو سمحت اكشف على النيابة. بس كده سليم. يبقى انت حضرتك هنا مكمل اللجنه دي. خليك بس معايا بعد اذن حضرتك، اللجنه دي بقى بتكوينها ده وتشكيلها ده برضو ده مش علاج لقانون العقوبات. هو في نقطه خليك بس يا دكتور يا معلم، انا مش عارف انت حضرتك واخد الموضوع بس من زاويه فقط خالص. الموضوع حضرتك مش احنا دلوقتي بنناقش يعني موضوع الحلقه بنناقش قانون المسؤوليه الطبيه، دخلنا برضه في الاخطاء الطبيه، هل القانون المسؤوليه الطبيه هو اللي هيحد من الاخطاء الطبيه او هو الجزاء الوحيد للاخطاء الطبيه؟ لا اطلاقا، ده احنا بنناقش حضرتك قانون اسمه ما هو قانون المسؤوليه الطبيه. يعني حضرتك شايف ان هو مش هيحل وشايف ان هو مش لا مش حاجه دي مش حاجة. يا فندم ده جزء من احد اساليب العلاج، ده جزء من اجزاء العلاج اللي احنا قلنا عليها انها اجزاء كتير قوي. تعلم يعني هينتج عنه التزام والتدريب والتحديد وتحديد وتشوف مدى تحديد حضرتك المسؤوليه ومقدار الجرم وفنياته اللي بيقول عليها الدكتور احمد وترفع للنيابه. ان كانت تبقى جنايه برضه في الاخر، برضه في الاخر هيظل قانون العقوبات زي ما هو عقوبه الحبس. قانون العقوبات ده بيتغير وبعدين وبعدين في تصالح. هنجيب اهليه المجني عليه، خدوا دول فطردوا. او البطش والشده في فيهم تحت اي بند هياخدوا. لا فيه. انا عايز اقول بعد اذن حضرتك نعود الى ما كان سابق، ان الجرائم المهنيه التي يتوافر فيها ركن التجديد بالخطأ المهني الجسيم تلغى فيها نص المادة 18 المقرر. طب مين اللي حدد بقى ان هي مثلا بس دكتور يا دكتور مين اللي حدد فيها نص المادة 18 المقرر ما بقاش فيها تصالح يا دكتور احمد؟ طب تجاوبني حضرتك يا دكتور خالد، معلش مع احترامي لحضرتك بس هو انا عايز اوصل له نقطة برضه. هي حضرتك نقطة صح يعني نقطة كويس قوي. مين اللي يقول انها جسيم مش جسيم؟ متحدد اللي يقول جسيم حضرتك في صورة اللجنة دي والنيابة هي اللي يا فندم الأول. مين يقول جسيم؟ ما النيابة اللي بتحل المحكمة. ما انا عندي طب شرعي. وانت حضرتك ولا شلت طب شرعي؟ ما انا عندك طب شرعي ولا شلته؟ محدش شال الطب الشرعي. امال علاج حضرتك ده ايه؟ يا فندم خليك خلي بقى عندك ده مش علاج حضرتك. انا شفت يا فندم وانا بعالج قانون ده مش علاج تشريعي. القانون صادر سنه 1937. دكتور احمد حضرتك في حاجه ثانيه خالص على فكره. انا ما قريتوش. ما انت حاجه ثانيه. انت بتتكلم في حاجه ثانيه يا دكتور. انا عايز اسمعه. ما انا عمال قاعد معاك بقالي ساعه ونص. يا فندم انت في جزئيه ثانيه غير ده. انت دماغ حضرتك في جزئيه ثانيه خالص غير ده. قانون العقوبات الذي يعني يضرب إيه ارتكاب الجريمه 37 لا يصلح لسنه 2018. ده يتشرع يا فندم ويتغير وتعدل مضبوط. ده دور حضرتك. ده دور حضرتك كنائب البرلمان. يا دكتور احمد حضرتك في نقطه، كل اللي بتقول ده حضرتك ان شاء الله ده في مسار التصحيح والتغيير. حتى قانون الصيدله اللي حضرتك بيقول عليه والدكتور هيبي يعلم ذلك، احنا كنا دخلناه في دور العقد الماضي وما لحقناش هندخله تاني. برضه من ضمن الحاجات ده قانون العقوبات في قانون الصيدله، لان لما تلاقي واحد عمل جرم زي حضرتك ما بتقول او مخالفه واللي بيقول لك ادفع 5 جنيه و10 جنيه، ده هيتناسب مع الجرم في الوقت الحالي؟ لا طبعا. كل ده هيتغير. عامة يعني هو احنا ما قدرناش نختم الموضوع يعني بقول فاصل لا او بحل، لانه انا الوقت خلص ومضطر ان انا في نقطه بس حضرتك قبل ما ثانيه واحده حضرتك في نقطه ثانيه واحده قبل ما يعني يمكن انا لما جيت هنا جاي عشان نناقش قانون المسؤوليه الطبيه مش قانون العقوبات اللي الدكتور احمد بيتكلم عليه. الدكتور احمد اعتقد جاي برضه عايز يشوف ايه الخطا الطبي وايه مقدار العقوبه. موضوع الحلقه يعني مختلف مع حضرتك مختلف معايا انا بجهه ثانيه ماشي. انما قانون العقوبات ده انت محق فيه، والعقوبه اللي من 37 لا تناسب الجرم. لا احنا عايزين طبعا قانون العقوبات يا دكتور. لا ده حاجه لا انت ما قلتش كده يعني. لا طبعا احنا عايزين انت حضرتك ما قلتش كده في الحلقه. لا احنا قلنا ان احنا بنناقش النهارده الاهمال الطبي، والدكتور اللي بيغلط بيكون عقابه ايه. في حالات كتيره حصلت والدكاتره ما زالوا مستمرين حتى الان بيعملوا العمليات وبيمارسوا مهنهم في المستشفيات. انا ده لا المستشفى بتتعاقب ولا الدكتور بيتوقف ولا بيتسجن. احنا قلنا من شويه العلاج الحر. العلاج الحر نفسه العلاج الحر نفسه في الوزاره غير مفعل التفعيل اللي احنا نقول ان هو يحد من الظاهره ودوره غير مفعل تفعيل. يعني لو 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 حضرتك او اي حد يعني قريب منك بعد الشر يعني حصل له ان الدكتور عمل له عمليه وحصل له حاله اهمال، انت مش هتتضايق؟ اي حد من ده مش هتبقى عايز تاخد حقك؟ اي حد ولا عايز اخد حق اي حد من ده؟ اي حد حد حضرتك غير طب في النهايه دلوقتي انتوا تقولوا للمشاهدين ايه؟ اللي يحصل له حاجه يا جماعه يروح يبلغ
ولا ما يرفع ايده ربنا يقول يا رب. لا اولا دكتور انا معترض على حاجه حضرتك، يمكن الدكتور احمد في بدايه كلامه في الحلقه بخلاف نهايه كلامه في الحلقه. يعني انت بتقولي في الاول في بدايه الحلقه هل اللي بيشتكي ما بياخدش حقه؟ قالك لا بياخد حقه. وفي ناس بتحبس، خليك بس انا عايز طبعا، وفي ناس بتحبس عامين، وعلى ايد انا ناس حبست عامين. كلام الدكتور احمد يعني القانون اللي موجود دلوقتي بالعقوبات بتاعته بيدي بعض العقوبات ساهي غير كافي مواكبه بالعصر وبالزمن اللي احنا عايشينه. ده احنا عايزين هو ده اللي انا بقوله بقى. كون ان حضرتك التشريعات كلها هتطلع في وقت واحد وفي مده واحده دي صعبه جدا، لان انت عندك كم تشريعات غير هائل. لما نيجي نحسب حضرتك التشريعات كده الكلام مش غير يا دكتور، هو غير كافي بس، لكن هو مش هو ما اختلفش مع حضرتك. لا لا انا بتكلم في نقاش الحلقه. هو بيقول لك غير كافي ولكن عقوبه حبس سنتين. يا دكتور احمد حضرتك احنا بنتكلم في نقاش الحلقه نفسه، هل احنا بنناقش قانون العقوبات ولا بنناقش قانون المسؤوليه الطبيه؟ ده الاختلاف بين الدكتور احمد وباختلاف معانا احنا. احنا جايين ومدعيين للحلقه بنناقش كل المسؤوليه الطبيه. قبل ما تلجا للمسؤوليه الطبيه لابد من معالجه اصلا نعرف قانون العقوبات. دكتور احمد في نقطه لا لا يا فندم، ده مش شغلي ده كله، لازم اصلح المنظومه الصحيه كلها. يا هب ايه يا فندم، انت دعينا الحلقه النهارده يعني حضرتك، إن في عشان زي ما هو قال كمل بس كلام عشان يبقى الكلام فيه موضوعيه للمشاهد. تناقش المسؤوليه الطبيه لازم عندك قانون العقوبات. ده كلام منطقي بقى طبعا، ده كلام منطقي. لا طب انت اللي تقولي لي بقى، معلش انت اللي دعينا النهارده، انت اللي دعينا نناقش قانون المسؤوليه الطبيه. اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور بعد اذن حضرتك. لا احنا بنناقش اكتر من حاجه يعني يا فندم. انت في الحلقة. يعني نائب في البرلمان وانا يعني بكني ليك كل تقدير واحترام، يجب ان تعلم احنا بنناقش عقوبه الاهمال الطبي بشكل عام يا فندم، الا اذا وجد نص في القانون يسمح بذلك. يبقى لازم اعدل الاول بالزبط. قانون العقوبات والاجراءات عشان الجا اليك واعمل أيوة القانون عشان ده يقدر. لا 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 مفيش علاقه بين ده وده، مفيش علاقه بين ده. انا ما اعرفش ده قانون لا. كيف يحدد المسؤوليه؟ في كلام تاني خالص، تحديد المسؤوليه، من المسؤول وما هي تصنيف الدكتور. خليني مع حضرتك، واحنا حددنا المسؤوليه الطبيه. هل النيابه من حقها تلجا اليه بدون وجود نص في قانون الاجراءات؟ سؤال بتجاوبني انا؟ لا ولا انا اجاوب؟ لا اتفضل. ما ينفعش. طيب النيابه ما ينفعش تلجا اليك كلجنه ايا ما كان مسماها الا اذا وجد نص في القانون. طب لما اعدل الاول قانون العقوبات والاجراءات. لما تلجا الي بقى حضرتك والمسؤول غير محدد. يعني ايه يا فندم؟ بس مبدئيا تشكيل اللجنه ده على عيني وعراسه وهيصلح. تشكيل اللجنه بقى انا بتكلم قانون ماليش دعوه باللجنه. ولكن الاول انا ماليش دعوه باللجنه يا دكتور. طب الاول ايه؟ الاول ايه؟ الاول يبقى في نص، في نص قانوني بيسمح بذلك. طب ما هو في نص قانوني موجود غير مفهوم غير حضرتك مرضي او غير على عدم الجرم. ده واضح حضرتك شايفه. هو مفيش نص قانوني، ده موضوع مختلف. اللي هو ايه نص قانوني؟ هو ما عندكش نص قانوني لقانون العقوبات يا فندم. اسمحوا لي طب بس اتكلم بس شويه بس بعد اذنكم دقيقه واحده. نقطه نظام اتفضل. المسؤوليه الطبيه ده هيشكل قطاع وجهاز داخل الدوله هيبقى اسمه اي اسم كويس، اللجنه العليا لحمايه المرضى. تمام. كيفية اللجوء إليك عن طريق النيابة؟ النيابة مش من حقها حضرتك، احنا مش قاعدين في عزبة. ده قانون، ده قانون. أيوة يلجأ إليك إزاي؟ يبقى لازم عنده نص في قانون الإجراءات يرجع له، يرجع له إنه يلجأ بالزبط. إليه بالظبط، ويحاول إليه هو يجي لك. يبقى لازم الأول نعدل قانون الإجراءات وقانون العقوبات بإنه يلجأ إليك، بعد كده اعمل اللي أنت عايزه. في مسار هذا التعديل وفي مجاله يبقى لازم نشدد العقوبة ونخليها سجن مؤبد ونخليها ردع عام وردع خاص، وبعدين حضرتك انت بقى صلح المنظومه زي ما انت عايز. ادي اللي انا بقوله. هو انت بقى عايز اسالك سؤال برضه قانوني دكتور بتأيد يعني ده حضرتك ولا انا بالنسبه لي مش واضح. لا 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 مش مساله لا لا انا بتكلم على ان احنا ما بتدافعش عن المريض. لا حضرتك كده لا بالعكس، انا احنا هنا بنتكلم على انت حضرتك اللي مش انت حضرتك من البدايه واخدين الامر على ان انا اذبح الدكتور ازاي؟ مش لا مش كده فارغ. انا اوصل حق يعني ازاي؟ يعني عليك قلبك على المرضى اكتر منه مني ازاي؟ انا بسلم عليك قلبك على المرضى اكتر منه مني. ما اظلمش الدكتور ازاي؟ مش اذبح الدكتور ازاي؟ لا قول ازاي؟ هناك في فرق ازاي؟ شاسع بين الاثنين. انا افكر اذبحه ازاي؟ وان انا افكر اذبحه ليه؟ ما في دكاتره العيان ازاي؟ في دكاتره كويسه جدا وما اظلموش ازاي؟ انا بس في سؤال قانوني عايز استفسر منه من الدكتور احمد. والا مهنه الطب ستتوقف عن العمل، امال ايه؟ يعني لما هو كلهم هيتحبسوا؟ لا لحظه اقول لحضرتك، لما يتحبسوا بعض الاطباء احتياطيا في حاله المرض الجيني النادر اتحدى تتوقعي اتحدى دكتور ان تاني يوم اتحدى دكتور ان الدكاتره هيشتغل؟ مفيش حبس احتياطي في هذه الجريمه. حصل يا فندم. بقول لك اتحدى اديني بعد اذن حضرتك. مفيش حصل. الحبس الاحتياطي مقيد بكل جريمه عقوبتها الحبس الوجوبي اكتر من 3 شهور. حصل فعلا. جميع الاصابات الخطا والقتل الخطا كلها في صورتها البسيطه حبس او غرامه، ما يقدرش وكيل النيابه يحبس. ده كان القانون. فعلا يبقى هناك خطا مهني جسيم. حصل فعلا. لا خطا مهني جسيم يا استاذي الفاضل. لا
لا ازاي حضرتك بتتكلم عن حاجه واحنا بنتكلم انا بتكلم عن قانون يا دكتور عن حاجات مثبته انا بتكلم عن القانون كويس قوي احنا هنا بنعمل حاجات بقى علشان تنظم هذا العمل علشان تثبت المسؤوليه الطبيه على كل شخص وانا حضرتك لما يجيب لي اشعه نلاقي الكلى مش موجوده طب انا بس ونلاقي الكبد بتشال ومش عايزان احبسه لازم احبسه حتى احتياطي اه طبعا اعضاء رسمي ده ده ايه ده لا في نقطه بقى لازم في حاجتين عايز افهمهم لحضرتك بالقانون انا لما النيابه العامه حضرتك انت بتروح تشتكي تشتكي فيها في النيابه العامه او بتشتكي تعمل محضر في المركز او في النقابه بتقدم بلاغ لو متوفي بتخرج الجثه وتعرضها على الطب الشرعي افهمنا لحضرتك عايز اقول ايه حاضر اتفضل ماشي وبتقول والله انا وقع عليا ضرر طب 1 2 3 وبترفق معاه مستندات طبيه سواء اشاعات او تقارير او اي شيء اخر من المستندات الطبيه النيابه بقى حضرتك عايزه تاخد راي فني في الحته اللي بتقول عليها حضرتك دي بقى ما بتاخد رايها الفني وتقريرها الفني يطلع بيطلع من اي جهه هقول لك انا كويس ان حضرتك سالتني بقى عايزين نسال بس عشان المنين حتى المشاهد يبقى فاهم وعايزين نفهم النيابة لها الحق بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أنها تستعين أولا بمصلحة الطب الشرعي ثانيا لها أن تستعين برأي دكاترة متخصصين من لجنة يجوز أنها تشكلهم بمعرفتها تقول والله تشكل لجنة من إلى أو أبعته إلى مستشفى آخر في مركز طبي معروف يكتب لي تقرير بحالته وانت حضرتك بعد كده كمتهم كطبيب متهم له الحق في انه يقول والله انا مش موافق على التقرير ده نعرضه على لجنه اخرى صباعيه. يعني كافه السبل طيب برضه معاك ثانيه واحده بس كافه خلص السبل خلص وعايز اسالك سؤال اخر في انا بقول اهو كافه السبل امام المجني عليه والنيابه العامه انها تلجا لهم لاثبات ان هناك خطا مهني جسيم من عدم. اقدر الجا لطب شرعي، اقدر الجا للجنه مشكله بمعرفتي، اقدر الجا لشخص معين بعينه اقول له روح للسيد عميد كليه الطب جامعه كذا كوكيل نيابة وهو يكشف عليك ويديني تقرير واجيبه حلفه اليمين واقول له قول لي انت بقى النهاردة عايز تستعيد عن كل الجهات دي وتقيد النيابة العامة في انها ما تلجأش لكل دول وتلجأ للجنة بتاعت حضرتك في المسؤولية الطبية طب ما اعرضه على عيني على راسي سريع عيني على راسي مش بقيتها على فكرة ماشي ثانية واحدة على عيني على راسي هذا الامر يتطلب تعديل اولا لقانون الاجراءات الحتة القانونية بقى عايزين نفهم معاك بالراحة كده بقى بعدين اتفضل احنا دلوقتي بس في يعني رد على حضرتك في حاجة ان انا مش بقيد النيابه العامه بالعكس ده لا احد الجهات يا فندم خليك معايا حضرتك انت ذكرت كل الجهات اللي ممكن نستدعي منهم ناخد تقارير منها تمام اللجنه المشكله دي فيها اكتر من كده اللي هي تقدر تفيد فيه النيابه العامه وتقدمها ادله وحاجات فنيه تفيد القضيه وتفيد مصلحه المريض على عيني وعراسي ماشي نرجع بقى للسؤال الاخر بقى انت بتقول لي عايز فيه نص قانوني انا عن نفسي كراجل مش قانون ومش متخصص قانون برضو عايزين توضح لنا بصوره اكتر لنا المشاهدين هوضحها لحضرتك النيابه العامه في اطار ممارستها لعملها بالتحقيق وكافه الاجراءات الاخرى اللي النيابه منوط بيها انها تعملها في الدعوه الجنائيه منها انها تسمع خبير او تودي القضيه عند خبراء او مقرر ده بمقتضى قانون بنصوص يعني انا عندي ماده بتقول وديها خبراء متى كان الامر يتطلب راي خبير خلاص لو انا هسمي الخبير ده بعينه بلجنة مشكلة بموجب قانون آخر لازم يكون عندي نص في القانون يسمح لي بذلك تمام يا دكتور يبقى مبدئيا نمرة واحد بقى المعالجة اهي طب هو النص ده كده موجود بناء على كلام معني لا ما انا هودي بقى اللجنة معينة بعينها اهو بقى هقول اللجنة العليا المشكلة بمعرفة تعديل قانون المسؤولية الطبية خلاص يبقى لازم اسميها يبقى لازم نمرة واحد قانون الإجراءات الجنائية يتعدل في هذا الامر دي نمرة واحد نمرة اتنين قانون العقوبات بقى لما اجي اقول والله في الماده مثلا منه 44 244 اللي هي الخاصه بالاصابات الخطأ سليم متى ورد راي اللجنه او 238 من 238 لما اقول بقى متى ورد راي اللجنه وكانت هذه اللجنه المشكله بمعرفه كذا ورايها هنا مكون من استشاري و الى غيره ما هو ده خلي بالك القاضي بيكتبه في حكم ايوه تمام يبقى لازم يكون برضو عندي نص يسمح باللجوء اليها قبل ده كله بقى لازم يكون عندي ردع عام وخاص الردع العام مفيش حد هيعمل الكلام ده تاني. ازاي؟ تشديد عقوبة تشديد عقوبة لازم صح. خلاص؟ نمرة اتنين اقفل باب التصالح، عارفة باب التصالح ده؟ باب العدالة الرضائية المجبر إليها المجني عليه لكف ضرر. إن حضرتك تبقي مكلومة بس عايزة أي حاجة. فتروحي تاخدي منه فتقبلي. طب أقول لحضرتك على سر آخر في بعض الدكاتره قبل ما بتخش العمليه حضرتك بيمضيك اقرار الطبيب غير مسؤول وان العمليه اجريت بمعرفتك
وانه راعى الاصول وراعى وراعى وراعى. لا لا يا فندم، المنظومه الطبيه كلها عين وراس اطباء. يعني انت لا ده بس انا برضه اللي بيلحقوا لنا بزياده على فكره، مش لانه وقتنا انتهى ولازم نختم يا دكتور خالد. المريض وفي حاجات انا اسف هعرضها لك بزياده. خلاص لا ده ثانيه واحده بعدين. انا معاك في المجلس يا فندم. لا في هذا الموضوع الجزئيه الاخيره ده حضرتك، الجزئيه الاخيره دي فيها شقين. لو استدعي المريض ان انا بلغته بصوره الحقيقه ان في حاجات ممكن تتعمل بها العمليه تكاد تكون النسب بتاعتها لا تتجاوز 10%. دي موضوع على اقرارات قبل خش العمليه. يا باشا خليك معايا. ده لازم ده جزء من معايير. انت على فكره انا مش مسؤول. انت بتكسب طرف وتسيب اطراف. انا مش مسؤول. انت بتكسب طرف وتسيب اطراف. لا انا بقول لك يا دكتور احمد، حضرتك متحيز جدا ضد الاطباء. لا في عمليه خالص، اوعى تقول كده عشان كلهم صحابي. لا حضرتك متحيز جدا. لا لا انا قانوني، انا قانوني يا دكتور. انا قانوني، ده تحيز شخصي. ده انت اللي هتوصل لحل مشاهدينا. لا لا انا متحيز ان احنا محتاجين حلقات كتيرة متحيز لمن عشان نناقش الموضوع دوت. وانا بتمنى انه يطلع قانون يحمي المريض، بتمنى انه يبقى في قانون يحمي المريض. يا دكتور خالد خلاص انا بختم، معلش انا اسفة. بتمنى ان يبقى في قانون يحمي المريض ويكون رادع ويكون محايد. احنا مش بندبح الطبيب يا دكتور ايهاب زي ما حضرتك بتقول، احنا عايزين حق المريض وحلقات كتير. وبتمنى من البرلمان انه قبل ما يطلع القانون ده يكون مدروس قانونا كويس قوي، ويكون بياخد بحق الطبيب وبحق المريض، والا يبقى زي اللوتو كانه ما طلعش. شكرا والى اللقاء.